أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه التغطية المتواصلة للجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها مصر على مدار الساعة لإنجاح الهدنة بقطاع غزة. نستعرض أيضا التقدير الدولي للجهود المصرية مع خبرائنا عبر الهاتف، وبالطبع أيضا مع ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. ابقوا معنا. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا ووزير خارجية البرتغال. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي ثمن مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع في غزة. وأضاف متحدث الرئاسة أن الجانبين السلوفيني والبرتغالي ثمنا الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا والسيد جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير. كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم. وقد ثمن السيد الرئيس مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع، منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024-2025، ومؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها. أكد وزير الخارجية سامح شكري الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. خلال مباحثات ثلاثية مع نظيريه البرتغالي والسلوفيني حول تطورات الأوضاع في غزة، أكد وزير الخارجية ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام،
والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، فيما أعرب وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا عن تقديرهما للدور الذي اطلعت به مصر للوصول إلى الهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة. يتوجه وزير الخارجية الأحد إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية سوف تجتمع خلال تواجدها في برشلونة مع وزير خارجية إسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري. هذا ويتوجه شكري الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط. المزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات. بعد تحية لك دكتور، يعني كيف ترى في بدء الأمر توافد العديد من قادة العالم على مصر وتقديرهم لهذا الدور الكبير الذي اطلعت به مصر في إنجاح وإتمام الهدنة؟ بعد التحية لحضرتك والضيف الكريم طبعا والسادة المشاهدين، أعتقد أن مصر بذلت جهود مضنية منذ 7 أكتوبر الماضي فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية وأيضاً الوصول إلى الهدنة التي شاهدناها بالأمس. فأعتقد أن هذه الموضوعات تمت من خلال جهود كبيرة جداً. لو نرى نجد أن طبعاً مصر قامت بعقد قمة القاهرة للسلام، ثم بعدها قامت بجولات مكوفية سواء من خلال الدبلوماسية الرئاسية أو من خلال السيد وزير الخارجية السيد سامح شكري أيضاً إلى العواصم المختلفة، إضافة إلى استبيان الموقف الدولي حول هذا الأمر وطبعا التواصل مع القياده الامريكيه، هذا من جانب. من جانب اخر اعتقد ان دور هام جدا قامت فيه القياده المصريه في سبيل العمل الانساني او ما يتعلق بدخول المساعدات الانسانيه عبر معبر رفح. فانا اعتقد ان مصر اصرت على عده محاور متوازنه مع المحور الاول كما اشرت هو المحور الانساني من خلال الضغط لدخول كل ما يتم وصوله الى معبر رفح للاخوه والاشقاء في فلسطين، واعتقد ان هذا نجاح كبير جدا للدبلوماسيه الانسانيه المصريه. على الجانب الاخر نجد ايضا ان هناك نوع من الدبلوماسيه الاخرى وهو الخاصه بمساله تكوين صف دولي او الحشد الدولي من اجل ان يكون هناك نوع من وقف العمليات العسكريه في قطاع غزه، واعتقد ان مصر نجحت بالتعاون مع الشقيقه قطر طبعا، ويمكن بالتعاون ايضا مع الولايات المتحده الامريكيه او حتى على الاقل بالتشاور مع الولايات المتحده الامريكيه من اجل الوصول الى هدنه، واعتقد ان هذه الهدنه من الممكن ان تمدد او من الممكن ايضا ان يتم وصلها بهدن اخرى من اجل ان يكون هناك نوع من التجاوب الانساني وتبادل الاسرى فيما يتعلق بقطاع غزه. فانا اتخيل ان كل هذه الامور هي امور هامه جدا. نجاح الدبلوماسيه المصريه لم يكن من فراغ، بالعكس سعت الى العمل على كافه المستويات اللي اشرت اليها سواء الجانب الانساني او الجانب الاغاثي او حتى الجانب الخاص بالعمليات العسكريه وضروره وقفها من اجل تدشين حل، كما طرح السيد الرئيس السيسي بالامس عند لقائه طبعا مع المسؤولين الاسبان والبلجيك فيما يتعلق بمثل هذا الطرح. صحيح، يعني وبمناسبة الحديث عن تصريحات الرئيس السيسي، يعني في احتفالية دعم فلسطين كان الرئيس واضحا تماما وحازما تماما أنه لا تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، هذا هو خط أحمر. فأيضا الثوابت المصرية هي ثوابت لا تتغير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أبدا. بالتأكيد يعني سيدي لا يمكن أن نتحدث عن مسألة أن يتم نقل الإخوة من في فلسطين إلى مكان آخر من أجل تسوية هذه القضية. كيف يمكن تسوية قضية من خلال نقل مجموعة من البشر إلى مكان آخر؟ وإذا فلماذا لم يتم حل هذه المسألة في أوكرانيا على سبيل المثال؟ لماذا لم يتم نقل الأوكران من مكان إلى آخر وبالتالي تنتهي القضية؟ ونعتقد أن لماذا لا يتم نقل تايوان من مكان إلى آخر وبالتالي تنتهي القضية؟ فأنا أعتقد أن هذا لن يتم ترفض. الدليل على ذلك أن المشكلة هنا أن إسرائيل تتعامل مع فلسطين من منظور برجماتي بحث، لكن فلسطين تنظر إلى هذه القضية ومصر تنظر إلى هذه القضية من خلال بعد قومي وبعد تاريخي وبعد جغرافي يتعلق بالدولة الفلسطينية وضرورة إقامتها على حدود ما قبل 5 يونيو. فأنا أعتقد أن الطرح هو طرح مغاير
وطرح مختلف. وتخيل ان مصر نجحت الى حد كبير في تغيير الصوره النمطيه حتى للطرح الاسرائيلي من خلال يمكن كان هناك كثافه في مساله ان يتم تغيير المواقف وما الى ذلك. صحيح، يعني الموقف المصري يمكن نجح في تحويل هذه الدافه، دفت الراي العالمي نحو رفض تهجير الفلسطينيين بالتاكيد، اضافه الى ان ايضا مصر نجحت في شيء هام جدا وهي مساله تغيير ايضا الرؤيه الغربيه. صحيح، الرؤيه الاوروبيه ناحيه الشرق كما يقال. واعتقد ان يمكن يوميا نجد ان هناك يمكن مسؤولين من الجانب الاوروبي يتحدثوا ان ضروري ان يكون هناك نوع من حل الدولتين، حقوق الفلسطينيين، عدم قتل المدنيين. اذا تغيرت الامور كثيرا من خلال الرؤيه المصريه، من خلال دبلوماسيه مصريه فاعله، من خلال ايضا الدور العربي يمكن المساند، سواء ما يتعلق منه بوزراء الخارجيه العرب وجولاتهم سواء للصين او روسيا او الدول الاخرى. واعتقد ان كل هذه الامور تصب في مصلحه القضيه الفلسطينيه وفعاليه الدبلوماسيه الذاتيه المصريه والدبلوماسيه المصريه بصفه عامه. يعني وايضا هذه الفعاليه مستمره دكتور، لانه مصر ايضا تسعى بعد هذه الهدنه الى يعني خلق هدن اخرى، الى تثبيت هذا الوضع، وقف اطلاق النار، الى يعني الوصول الى حل دائم لهذا الصراع القائم. حضرتك الدبلوماسيه المصريه سعت على اربع محاور اساسيه في القضيه الفلسطينيه، وانا اعتقد ان هذه المحاور الاربع لا تنفصل معا، حتى ان الطرح المصري طرحها بقوه منذ عام 2016. ضروره ان يكون هناك حل عادل للقضيه الفلسطينيه من خلال حل الدولتين، ضروره ان يكون هناك وقف لاطلاق النار وتثبيت كل الهدن في قطاع غزه، ضروره المصالحه الفلسطينيه، ضروره اعمار غزه. هذه هي المحاور الاربعه اللي سار عليها الدور المصري، واعتقد انه مستكمل لهذا الدور سواء من الناحيه الانسانيه او من خلال تثبيت الهدنه. لان طبعا عندما ننظر الى النتائج العسكريه التي تحققت منذ 7 اكتوبر حتى تاريخه من الجانب الاسرائيلي، تجدها صفر. اسرائيل لم تحقق شيء من الناحيه العسكريه، كل ما فعلته اسرائيل هو قتل المدنيين فقط لا غير. لكن عندما نقول ان اسرائيل نجحت عسكريا، سانظر سيدي الى الاهداف العسكريه، كانت انهاء حماس، حماس موجوده وما زالت قادره على الوصول الى قلب تل ابيب. اذا اسرائيل فشلت من الناحيه العسكريه، اذا لابد من تغيير السياسه نفسها فيما يتعلق بضروره الرضا بحل الدولتين، او حتى على الاقل كما طرح السيد الرئيس بالامس أن يكون هناك حل مختلف. صحيح، في مسألة أن يكون هناك دولة فلسطينية معترف بها، وأن يكون هناك تعايش ما بين الدولتين الفلسطينية والكيان الإسرائيلي كل في موقعه، ولا يتم الاقتراب كل من الآخر. هل تعتقد دكتور أن المجتمع الدولي أصبح أو بات مهيئا للوصول إلى هذه الحلول النهائية؟ بالتأكيد، لأن كان في السابق عندما نطرح الحل الفلسطيني تجد أن يمكن يجد روتين من المجتمع الدولي او يجد تقليد من المجتمع الدولي، وبالتالي كان لا يعبأ كثيرا. لكن انا اظن ان بعد العمليات العسكريه التي قامت بها اسرائيل وما قامت به من قتل حوالي 17 او 18 الف شهيد فلسطيني، اتخيل الرؤيه تغيرت تماما. هناك ضغط من الشعوب العربيه الاوروبيه عفوا على حكوماتها، هناك ضغط من الشعب الامريكي بكل فئاته على حكومته، وبالتالي فانا اعتقد ان الارضيه ممهده حاليا لعمليه جديده من عمليات السلام، لكن بسيناريو مختلف تماما عما كان يطرح في السابق منذ أوسلو حتى تاريخ. ايضا يعني ما حدث هو انه هذه القضيه الفلسطينيه يعني جاءت مره اخرى في مقدمه اولويات المجتمع الدولي دكتور. بالتاكيد، يعني كانت القضيه الفلسطينيه طبعا قضيه العرب الام شئنا ام ابينا، حتى ان مساله الثورات العربيه يمكن طغت نوعا ما ومشكلاتها، لكن ظلت القضيه الفلسطينيه موجوده في العقليه العربيه وفي الذهن العربي، لان طبعا جزء من الامن طبعا، ولكن لا نتحدث عن الذهن العربي، ولكن نتحدث عن الراي العالمي، المجتمع الدولي الذي وضع القضيه مره اخرى على راس اولوياته. بالتاكيد، انا اعتقد حتى ان القضيه الفلسطينيه اصبحت رقم واحد. كانت يمكن الازمه الاوكرانيه ويمكن بعض الازمات الاخرى كانت تاتي على المقدمه، لكن اتخيل ان القضيه الفلسطينيه اصبحت حاليا قضيه العالم الاولى. واتخيل ان فرنسا حاليا على سبيل المثال دشنت مؤتمر ل القمة الإنسانية أو ما يعرف بكل المساعدات. الجوانب الأوروبية حاليا تسعى إلى مسألة حل عادل للقضية الفلسطينية. إذا فلسطين أصبحت في الواجهة، ومن الممكن استغلال هذا من خلال الضغط المصري الذي يمارس حاليا في كل فئاته من أجل أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية، استثمار طبعا الحلول العربية، إضافة طبعا إلى استثمار العقلية المزاج العام العالمي والأوروبي في سبيل حل عادل للقضية الفلسطينية. يعني يعترف أولا بفلسطين كدولة، ثم بعد ذلك نقوم بتسجيل التفاصيل كما نشاء، لكن لابد بين قوسين من أن يكون هناك صوت فلسطيني واحد يعبر عن القضية الفلسطينية.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات، شكرا جزيلا لك. نجحت الجهود المصرية بالتنسيق مع الأطراف كافة في تحرك نحو 70 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة، وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان قد أكد أن اليوم الأول من الهدنة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، مؤكدا نجاح اليوم الأول سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع. أفاد موفد أكسترا نيوز بدخول كميات جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الثاني للهدنة، هذا ويواصل المعبر البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية للقطاع. يأتي هذا في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعربت وزارة الخارجية التشيكية عن تقديرها البالغ لمصر على جهودها التفاوضية المبذولة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وطلبت الخارجية التشيكية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الآخرين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية لك دكتور، إذن هناك تقدير دولي كبير للجهود المصرية التي تمت للوساطة لإتمام هذه الهدنة، كيف ترى كل هذا التقدير الدولي للدور المصري فيما يتعلق بهذه الهدنة دكتور؟ بعد الترحيب بحضرتك وجميع السادة المشاهدين، مفهوم الترحيب والحقيقة يعني وجدناه من خلال تطبيق الهدنة اللي بدأت منذ الأمس وحتى اليوم، وفي إطار يعني مجهودات مصرية يعني مستمرة على مدار الـ 24 ساعة خلال الستة أسابيع الماضية مع بداية الأزمة وحتى اليوم، بتؤكد على فكرة الحرص المصري على التعامل عن كثب مع هذه الأزمة والتعامل الحقيقة بكل الخبرات المصرية في مجال العمل التفاوضي. صحيح، يعني مصر تتمتع بخبرة عريضة وتاريخية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. تأكيد، وليس موقف ملف الفلسطيني فقط، والحقيقة مصر تتمتع بخبرات في التعامل مع كافة الأزمات الإقليمية، يعني يمكن اللي بيبرز من خلالها الأزمة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، القضية والأزمة الأبرز على مدار كل العقود الماضية. لكن فكرة التعاطي المصري في الأسابيع الأخيرة الحقيقة بيبرز فكرة انتصار الدبلوماسية المصرية في أكثر من محفل، أهمها طبعا فكرة كسر الحصار، واللي احنا يمكن نعلم جميعا مصر قد ايه بذلت جهود كبيرة على رأسها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل يعني المسؤولين المصريين في كل المحافل الدولية والتحركات من خلال عدد من الاتصالات والمباحثات واللقاءات المستمرة، ويمكن هدفها في واقع الأمر هو تحقيق مفهوم الإنسانية الدبلوماسية الإنسانية في التعامل مع الموقف الحالي. يمكن اليوم مع اللقاء الوزير سامح شكري مع يعني رئيس مع وزير الخارجية التشيكي والبرتغالي، يعني أبرزوا فكرة أن هناك في مجموعة العربية والإسلامية في مجلس الأمن بتنوي التقدم بمشروع قرار هدفه فكرة معالجة الخلل الموجود في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن يجب أن نضع الأطراف الدولية أمام مسؤولية إدخال هذه المساعدات والتعاطي مع بقدر كافي من التخفيف عن وطأة المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وأيضا وجود استدامة لهذه المساعدات. والحقيقة استمرار لهذه الجهود المصرية، أن مصر لم تبخل للحظات على تقديم هذا الدعم، ولم الحقيقة تتوقف لساعات حتى قليلة لاستمرار هذا الدعم بصورة مستمرة حتى في ظل الهدنة الحالية، واللي مصر بذلت فيها جهد كبير مشترك مع الجانب الأمريكي والجانب القطري في إطار يعني مساهمات مشتركة في هذه الهدنة. كان الهدف من خلالها هو وجود يعني تهدئة للأجواء لمزيد من المساعدات لدخول سكان القطاع اللي بيعانوا على مدار الأسابيع الماضية معاناة لفكرة الحصار
وبأبشع معاني الحقيقة الجرائم الإنسانية للأسف المجتمع الغربي والأمريكي بيشاهد هذا الأمر في ظل يعني ما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء هو رد فعل مبالغ فيه لاستخدام العنف من جانب دولة إسرائيل لا يمكن أن يبرر تحت أي مبدأ من مبادئ فكرة أن هناك عمليات عسكرية أو حتى يعني عملية تمت من قبل حماس في 7 أكتوبر والأمر نفسه مستمر بطبيعة الحال أن مصر بتؤكد دوما أن هناك مساعي أيضا لفكرة وقف إطلاق النار وعمليات التهدئة اللي بتستغلها من خلال الهدنة الحالية وأنا يمكن ذكرت أكثر مرة أن صحيح يعني مصر أيضا بتسعى لتمديد هذه الهدنة وصولا إلى وقف تام لإطلاق النار بالتأكيد لأن الهدنة يمكن مطلب يعني مش مطلب فلسطيني أو مطلب مصري والحقيقة هو الهدف في واقع الأمر هو أن ما فيش عملات عسكرية في أي دولة بتستمر لفترة زمنية طويلة خصوصا أن الوضع الحالي مصر بتحاول أن تحذر في أكتر من محفل وفي أكتر من اتجاه أن هناك في مخاوف من أن هذه الأزمة قد تؤدي لاشتعال آلة الحرب بحرب ممتدة في المنطقة يعني هناك في حرص أن يكون هناك في محدودية لهذه الأزمة والله تطال أطراف مختلفة في ظل أن هذه الأزمة يعني لها تبعات متعددة ليس فقط مرتبطة بالجانب الفلسطيني والإسرائيلي ولكن شاهدنا أن هناك في إطلاق لعدد من الصواريخ من جنوب لبنان من جانب حزب الله هناك تحذيرات أمريكية أو غيرها هناك أيضا مخاوف من تدخل إيران الأمر نفسه ضم حذر من خلاله مصر أكثر من محفل ويمكن أعتقد يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع هذه التحذيرات في أكثر من خطاب في جمل في أكثر من خطابه وفي أكثر من لقاء كان هدفه في واقع الأمر هو وضع كل الأطراف الدولية والإقليمية أمام مسؤوليتها فيما يتعلق بالأوضاع الموجودة في الشرق الأوسط ناهيك عن فكرة يعني مفهوم أو سيناريو التهجير اللي يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعم يعني كان الرئيس حازما وحاسما تماما في هذه النقطة دكتور خصوصا في احتفالية دعم فلسطين الأخيرة فهو يعني قال بمنتهى الوضوح والحزم أنه لا تهجير للفلسطينيين إلى سيناء وصفا إياه طبعا بالخط الأحمر بالتأكيد لأن الوضع الحالي بيستدعي هذا الأمر بشكل جلي لأن احنا بنتعامل مع مفهوم تهديدات الأمن القومي المصري ويمكن هذا الأمر ليس 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 يعني يمكن التهاون فيه وبالتالي جاءت يمكن كل تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من محفل ويمكن تأكيدات هذه التحذيرات هو في واقع أن هناك في بالفعل تهديدات مش الأمن القومي المصري وتهديد الأمن القومي العربي بشكل عام لأن مفهوم التهجير هو تفريغ القضية الفلسطينية محتواها وبنسمى فاحنا نتحدث عن وطأة لي يعني اعتقد في واقع الامر هو تنفيذ السيناريو طالما يعني اراد الجانب الاسرائيلي تنفيذه وبالتالي محاوله الحقيقه يعني اخضاع فكره انه لا يوجد فلسطينيين حتى ندافع عن قضيتهم ولا يوجد اصلا من يريد ان يكون هناك في حل يعني او اي مشكلات للحلول ممكن ان تكون مطروحه من ثم في اعتقادي ان كل الحقيقه الايجابيات والانتصارات حققتها الدبلوماسيه المصريه تاتي الهدنه الحاليه لتتوجها عن طريق وجود مساعي مصريه لفرض مساله ان يكون هناك في وقف كامل اطلاق النار ليس هدنه مؤقته وكذلك هناك ايضا مساعي لان يكون هناك في مسار لوجود حل تفاوضي لوجود حل الدولتين وذلك ايضا من خلال عده لقاءات بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون من خلال ايضا رئيس الوزراء وزير الخارجيه سامح شكري كل هذه مجهودات اعتقادي تحتاج الى مزيد ايضا من التضافر والعمل العربي المشترك لان احنا يمكن اعتقد شفنا في اكثر من اتجاه ان مصر بحاجه ان يكون هناك في تعامل اقليمي وتعاون اقليمي في اطار تقديم مساعدات وده يعني اعتقد واحد من اهم المطالب المصريه اللي مصر لا زالت هي بتنفرد بالقدر الاكبر من المساعدات اللي بتقدم لقطاع غزه من قبل مصر جانب في جانب الامر في نفس الامر نحتاج ايضا الى مزيدا من الاوراق اللعبه مع الجانب الامريكي اللي هو يعني اللي بياخد قرارات كثيره مع اسرائيل فيما يتعلق بتفعيل هدنه اطول وايضا الدخول في مسار تفاوضي لمحاولة وقف إطلاق النار ومحاولة كبح حالة العنف اللي بتستخدمها إسرائيل في الفترة الأخيرة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية شكرا لك أشادت العديد من دول العالم بدور مصر في إقرار الهدنة الإنسانية في غزة لتؤكد مصر أنها رمانة الميزان في القضية الفلسطينية
للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور أسامة شعت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بعد التحية لك دكتور، كيف تنظر إلى هذا التقدير الكبير، التقدير الدولي طبعا لجهود مصر في الوساطة لإتمام الهدنة السارية حاليا؟ يعني أولا تحية لك ولكل المشاهدين، والمجد لشهداء فلسطين وكل الضحايا الذين سقطوا في غزة وفي أرجاء فلسطين، ونسأل الله الصمود لشعبنا ونجاح هذه الجهود المكللة بوقف اطلاق النار وتمديدها بإذن الله بجهود مصرية مضنية إن شاء الله. الحقيقة أن مصر تقوم بجهد كبير، مش بس فقط في وقف اطلاق النار أو في إدخال المساعدات الإنسانية، وإنما يعني بالأمس كان هناك خطابا جديدا وصيغة جديدة في مقترحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث مع ضيوفه الدوليين رئيس وزراء بلجيكا وأسبانيا، رئيس وزراء أسبانيا ورئيس نعم. بلجيكا، وقال بشكل واضح يمكن أن يكون هناك إعادة صياغة عملية السلام من خلال الدخول إلى الأمم المتحدة مباشرة للاعتراف بالحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية. والحقيقة أن يعني هذه المسألة تأتي في صلب القرارات الدولية، عندما أقر مجلس الأمن الدولي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 قرار تقسيم فلسطين، أقرت إقامة دولتين، دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية، ومن خلال هذه الدولتين البند الثاني كان في القرار يعني يؤكد بشكل صريح عدم الاعتراف الدولي أو حتى الاعتراف بالدولة التي تقام إلا عندما تعترف هي بالدولة المجاورة لها الدولة الثانية، وبالتالي لا يمكن أن تقام إسرائيل قبل أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين، والعكس صحيح. للأسف نحن نتحدث عن 75 عاما أقيمت دولة إسرائيل كاحتلال، وللأسف الشديد العالم لم يعترف بدولة فلسطين حتى اللحظة، ولم يلتزم بالقرار الذي صدر بحق إقامة الدولتين، وأيضا لم يعترف، وحتى رغم أن القيادة الفلسطينية طلبت في قبل ذلك تنفيذ القرار أو وقف الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي حتى يتم حل الصراع، إلا أن العالم لم ينفذ ذلك. الآن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود المصرية المبذولة في ذلك وتصعيد الموقف الدولي بهذا الاتجاه، أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب البناء عليها ويجب تعزيزها والتحرك على المستوى الدولي لدعم جهود الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. إذا كانت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي جاد في حل الدولتين، فليعترف بدولة فلسطين استنادا إلى القرارات الدولية، ثم نعود إلى التفاوض على حل الحدود والانسحاب الإسرائيلي، لكن يجب أن تكون موجودة فلسطين في السياسة الدولية وفي النظام الدولي كدولة متجاورة مع كل دول العالم وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. هذه خطوة مهمة ويجب البناء عليها على مستوى يعني دولي، ويعني مصر تقوم بجهود كبيرة، والحقيقة أنها بدأت تتحدث الأصوات الدولية بعد اللقاءات مع مصر ومع يعني الدبلوماسية المصرية التي بدأت تتحرك مؤخرا. أعتقد أنه سيكون هناك حديث في هذا الشأن في الفترة القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل دكتور أسامة شعت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، ونعود بعد الفاصل بحوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بكم من جديد. حظيت الجهود المصرية في إتمام الهدنة بقطاع غزة بتقدير عالمي بالغ، فيما تتواصل الجهود نحو وقف التصعيد بشكل دائم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدفق المساعدات الإغاثية، كما يستمر معبر رفح البري مفتوحا بشكل دائم أمام حركة عبور مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة لمساندة الشعب الفلسطيني. للحديث والتحليل معي في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد الحليم. ويعني
تحدثنا في بدء هذا الحوار عن هذا الجهد المصري الذي أفضى في نهاية الأمر إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، أهمية هذا الدور وما يلعبه لصالح القضية الفلسطينية. يعني طبعا بالنسبة للهدنة القائمة، هدنة الأربعة أيام، من المعلوم أن هناك جهودا في وساطة ثلاثية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر. طبعا مفهوم في هذا في هذه الثلاثية أنه قطر بنسبة معينة ومصر بنسبة أكبر بتعبر عن مصالح الطرف الفلسطيني، فيما الولايات المتحدة تعبر بالطبيعة عن مصالح الطرف المعادي الكيان الاحتلال الإسرائيلي. الهدنة عبرت يومها الثاني، حصلت مشكلات كما هو معروف في اليوم الثاني. أصل هذه المشكلات مخالفات إسرائيلية لجوهر الاتفاق وروحه، سواء تعلق الأمر بطبيعة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم. حماس تقول أنه كان هناك نص حول اتباع مبدأ الأقدمية في الإفراج، بينما لجأ كيان الاحتلال إلى الإفراج عن سيدات وعن أطفال تحت سن 19 سنة معتقلون إداريا وقربت أوقات الإفراج عنهم من أصل. فأيضا هناك مسألة متعلقة بتدفق المساعدات الإنسانية الواردة من معبر رفح إلى شمال غزة، وأنه هذا لا يكفي. أيضا كان هناك كلام حول تحليق مسيرة إسرائيلية على ارتفاع عال فوق خان يونس في جنوب أو في وسط وجنوب رفح، وهذا محظور طبقا للاتفاق. الاتفاق بينص على أنه في كل مناطق قطاع غزة يحظر تحليق خلال مدة الهدنة للطائرات الحربية الإسرائيلية وللطائرات المسيرة، فيما في شمال غزة يحظر هذا التحليق لمدة 6 ساعات من 10 صباحا إلى 4 مساء. طبعا مثل هذه المشكلات تحدث في اتفاقات الهدنة والهدن عموما. من الواضح أن الميسرين أو الوسطاء بذلوا دورا لكي لا تنهار هذه الهدنة. لكن الموقف المصري ليس فقط في المشاركة الفعالة في إجراء الهدنة القابلة كما يقال في أغلب الاحتمالات إلى التمديد على ذات القواعد المنصوص عليها في أصل الاتفاق، اللي هو واحد إفراج عن إسرائيلي مقابل 3 فلسطينيين وإلى آخر النصوص. لكن طبعا من المؤكد رغم أن هذا الاحتمال قائم للتمديد لبضعة أيام أخرى، قد تصل في أقصى الاحتمالات إلى 10 أيام. الراجح أن نواقف إطلاق النار قد يتجدد بعد هذه المدة مهما طالت، لكن طبعا الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل ونهائي يتطلب حتى في موضوع الأسرى تبادلات من نوع مختلف على قاعدة الكل في مقابل الكل. لأن الكنز الحقيقي في الأسرى الإسرائيليين لدى حماس هم العسكريون الضباط والجنود. وحماس تطرح، وهذا مفهوم لأنها لها تجربة سابقة في الإفراج عن جندي جلعاد شليط سنة 2011 بوساطة مصرية مقابل 1027 فلسطينيا، من بينهم يحيى السنوار نفسه قائد حركة حماس في غزة الآن، الذي يعد المطلوب رقم واحد لكيان الاحتلال وللأمريكيين. فهذه هي المسألة، قاعدة الكل في مقابل كل، تبييض السجون الإسرائيلية من كافة الأسرى الفلسطينيين. لا يصلح في موضوع العسكريين قاعدة الواحد مقابل ثلاثة، مطلوب تبييض شامل كذا. طبعا من المعروف أن الهدنة مرت بمراحل أخذت حوالي نحو 20 يوما في اتفاقات الكواليس، وأنه يد المبادرة كانت لدى حماس طرحت أكثر من اتفاق، ولدى تلك إسرائيل كانت تفرض شروطا أكثر غلظة. يعني في البداية كان هناك كلام عن إفراج عن عدد حوالي 12 أو شيء من هذا القبيل بالمجان من غير مقابل إسرائيلي، لكن بمقابل وقف إطلاق النار لمدة 2 أو 3 يوم. رفضت إسرائيل. بعد ذلك طرح يحيى السنوار فكرة الإفراج عن 100 مقابل
أربعة أيام وأعطاهم 10 ساعات لم يردوا فانتقل إلى تخفيض 100 إلى 50 مقابل الشروط التي صارت معروفة للهدنة القائمة. أقول ذلك ببساطة أنه حماس تتفاوض بطريقة مختلفة، يعني بمعنى عن تفاوضها من قبل يعني عن مع إسرائيل، وعن هي الذي صارت لديها خبرة في الصدمات المتكررة والحروب المتكررة مع كيان الاحتلال في التفاوض، يعني لا تترك شيئا للمصادفات. لكن الذي يحير كيان الاحتلال الآن هو كيف أفرجت حماس عن الدفعة الأولى من الأسرى، فين أين ومتى وكيف، لم يعلم من أين خرجوا أي شيء على الإطلاق إلا حين أصدرت حماس تسجيلا فيديو خاص لعملية الإفراج من خان يونس. هذه هي الفكرة، يعني فكرة أنه ليس الإبداع في الحرب فقط، إبداع أيضا في أنها حولت الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأسيرات والأطفال إلى عملية أمنية من مستوى رفيع، وطبعا شاركت في ذلك الجهات المصرية المعنية. لم يلحظ أحد، لم يلتقي صحفي صورة واحدة على الجانب الفلسطيني الأسرى الإسرائيليين وكذا. وهذا أمر متكرر، لأنه في قضية جلعاد شريط أيضا كانت هناك 30 سيارة انطلقت، ظن كثيرون أن جلعاد شريط في واحدة منها، ثم تبين أنه لم يكن في أي واحدة من هذه السيارات يعني. طيب يعني أيضا مصر يا أستاذ عبد الحليم لأنها تمتلك هذا يعني أو هذه الخبرة الكبيرة جدا في إدارة الملف الفلسطيني وجهود الوساطة، فنرى الآن يعني كثيرا من يعني المسؤولين والقادة في العالم يتوافدون على مصر للقاء الرئيس السيسي والتشاور معه. إلى أي مدى نجحت مصر في تغيير دافة الرأي العام عندما ينظر إلى القضية الفلسطينية، وإلى أي مدى نجحت في يعني وضع هذه القضية الفلسطينية مرة أخرى على أولويات أجندة المجتمع الدولي؟ تذكر يا أستاذ شادي أننا في الأسبوع الفائت تكلمنا عن الدور المصري، خاصة وأنا يعني تحدثت عن فكرة إحداث شرخ في الموقف الغربي، وهذا الشرخ بات واضحا تماما، اتسع هذا الأسبوع بصورة واضحة جدا، حتى وصل إلى أنه اللقاء الذي أجراه الرئيس سيسي مع بيدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا ومع ألكسندر رئيس وزراء بلجيكا أعقبوا مؤتمر صحفي الاثنين عند معبر رفح، وأعقبوا غضب عارم من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدرجة اتهام رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا بالتحالف مع ما اسموه الإرهاب. يعني فكان واضحا جدا لدى بيدرو سانشيز بالذات ورئيس وزراء أسبانيا أنه تحدث عن الدولة الفلسطينية وضرورة الاعتراف بها وضرورة وأولوية الاعتراف من جانب الاتحاد الأوروبي كهيئة، لكن حتى لو تخلف الاتحاد الأوروبي كهيئة سوف تبادر أسبانيا. في نفس اليوم كانت برشلونة تقطع كل علاقتها، وهي مدينة أسبانية شهيرة طبعا، تقطع كل علاقتها مع الإسرائيليين. هنا في نقطة مهمة، أولا الصمود الفلسطيني الأسطوري للشعب الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية محرقة. احنا ما شفناش المحرقة التي جرت اليهود على يد النازل، لكن شفنا ونرى المحرقة الأبشع التي تجري الفلسطينيين في غزة على يد كيان الاحتلال الإسرائيلي وبدعمه بمشاركة أمريكية مباشرة. لكن هذا الصمود الأسطوري لهذا الشعب هو الأساس. أيضا الأداء المبدع لقوات المقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلية، أيضا الخسائر البشرية القابلة للتضاعف مع تجدد القتال للعدو، كل هذا خلق وضعا جديدا انشقت فيه قطاعات من المجتمع الغربي، سواء المجتمع الغربي الأوروبي أو المجتمع الغربي الأمريكي، عن التيار الرئيسي المساند لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وتدافقت المظاهرات إلى الشوارع. وهذا على مستوى الشعوب، ولكن هذه المرة عندما تتحدث عن رئيس وزراء أسبانيا وبلجيكا فهذا على مستوى القادة والمسؤولين. كان طبيعيا مع حاجتين، مع هذا التواتر في التظاهر والغضب الشعبي، ومع تدفق صور المذابح، لأن احنا نعيش في عصر انت لا تتلقى المعلومة، تلقى المعلومة بعينك،
ليس من الأذن في نفس اللحظة، وهذه أكثر تأثيرا. فالأشلاء فلا استفادت الدبلوماسية المصرية وأدركت ذلك وأجرت ما أسميته في الأسبوع الماضي هذا الشرخ، ونجحت فيه إلى حد كبير، بدليل النهاردة في وزير خارجية سلوفينيا والبرتغال وقبل ذلك فرنسا وإلى آخره، نجحت في إحداث خض، بلاش شرخ، حتى خض ورج الموقف الغربي الرسمي، أجرت عملية خض ورج في الموقف. ما هو الهدف؟ الهدف ببساطة أن تصل القطاعات في الموقف الغربي الرسمي إلى موقف مصر اللي هو الداعي للتعجيل بوقف إطلاق نار دائم، ثم التحول إلى كلام عن مفاوضات ومؤتمر دولي للسلام إلى آخره. هذا هو جهد الدبلوماسية المصرية، طبعا تتحرك على في إطار تراث راسخ من التعامل مع العدو الإسرائيلي في كافة المراحل حربا وسلما، ولديها خبرات هائلة جدا، ولديها أيضا شراكة من نوع خاص مع الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط. تستفيد من ذلك كله وتجيره لمصلحة القضية الفلسطينية. فهي في هذه التواصلات نجحت في الضغط على الموقف الغربي عموما الأوروبي والأمريكي في رفض مبدئي لقضية لمسألة التهجير، تهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية إلى مصر أو إلى الأردن، حصلت على ذلك، وحصولها على ذلك مهم جدا لأنها تعتبر ذلك كما قال الرئيس السيسي خطا أحمر. والخط الأحمر يعني ببساطة إعلان حرب من جانب العدو. النقطة الثانية التي تنجح فيها الحقيقة، وهذا سيظهر في قابل الأيام ليست البعيدة، أنه أننا قد نصل إلى نقطة وقف إطلاق نار دائم بعد هذه الهدن المتصلة أو المتقطعة. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة وصل الجهد العسكري الإسرائيلي إلى طريق مسدود، وهناك تكاليف سياسية حتى في جبهتها الغربية بأثر من الموقف المصري الحقيقة المرتكن إلى الصمود الفلسطيني وإلى اتساع هوامش الإنسانية في المجتمعات الغربية. اتنين، في إمكانية حتى لو تجددت الحرب ألا تكون طويلة. ونلاحظ أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت حين تحدث عن فكرة أنه بعد الهدنة سنستأنف ما يسميه قتالا، تحدث عن شهر أو شهرين. هذا الشخص نفسه كان يتحدث عن سنوات طويلات جدا، فهذا يشير إلى شحوب أملهم وظنونهم المراوغة بإمكان تحقيق الهدف المعلن، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية وحماس في غزة. أعتقد أن هذا التطور يعني قد نكتشف معه أنه الشهر أو الشهرين هو قلب النص، ديسمبر ويناير، أن يختصر هذا الوقت ونصل إلى حافة وقف إطلاق نار دائم والتحول إلى إعادة إعمار غزة. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، وذرك على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مازلنا مشاهدين معكم على شاشة أكسترا نيوز، نتابع كل الجديد فيما يتعلق بالأوضاع في غزة والهدنة المستمرة إلى الآن. بشكركم شكرا جزيلا على هذه المتابعة.